جزاكم الله خيرا. أولا دكتور هاني البنا, الحمد لله he find the time for us, so alhamdulillah it's something very positive to have him here, one of the main founder of Islamic Relief. And alhamdulillah, just wanted to thank you for giving your time to us. Here you have volunteers from different places of Spain, across Spain. You have volunteers from Catalonia, Madrid, Valencia, Murcia, across Spain, alhamdulillah. And it's a pleasure to have you with us. Whenever you want to start, inshallah, with your brilliant speech, you can do it, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا أبو عزة. دكتور هاني بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا أن أنا معاكم اليوم يوم الاثنين 18 رمضان أو 11 مايو وهي أيام الأيام المباركة. رمضان هو الشهر اللي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار, وإن شاء الله ربنا يتغمدكم جميعا برحمته ويغفر لكم ثم يجعلكم من أتقاء هذا الشهر الكريم. قولوا آمين 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 آمين. لما ننظر لمثل العمل الجليل العظيم اللي أنتم بتقوموا به, هذا العمل تطوعي يحسدكم عليه الملائكة ويحسدكم عليه الملوك والرؤساء والمسؤولين, لأنكم كما قال فيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا
اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير وحبب الخير لهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. فهذا العمل عمل الخير التطوعي الذي لا تبتغون منه جزاء ولا شكورا ولا تبتغون منه أي شيء، هو الذي سيكون لكم بإذن الله سبحانه وتعالى فوز أمام الله سبحانه وتعالى يوم العرض عليه إن شاء الله، عتق من النار. هؤلاء الناس من أمثالكم الذين يقفون للأرملة واليتيم والشريد والنازح، الله غفور رحيم، من حب وكرم الله سبحانه وتعالى أنه لا يمنع خيراته عن الكافر وعن الملحد الذي يعادي الله سبحانه وتعالى والذي يعصى الله سبحانه وتعالى والذي يشرك بالله سبحانه وتعالى. فنجد من عظمة الله ورحمته أنه هو لم يحرم الكافر من خيرات الله التي وضعها في الدنيا، ولم يحرم الله سبحانه وتعالى الكافر من الصحة التي يتمتع بها أو يتمتع بها. فأنت كمسلمة وأنا كمسلم وفي شخص آخر كافر، ليس معنى أن الشخص آخر كافر أن ربنا هيحرمه من التنفس أو هيحرمه من الهضم أو هيحرمه من الصحة أو هيحرمه من الأكل إلى آخر. لا، في الدنيا يتمتع بكل شيء، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى كما يتمتع بها المؤمن والمسلم. أما في الآخرة فهو حساب النار. شفت قديه ربنا رحمن ورحيم وغفور. فلما ننزل لرحمة ربنا سبحانه وتعالى كانت تطبق في الجزء الأول من رمضان، أوله رحمة وأوسطه مغفرة. المغفرة من أجمل الحوادث اللي نتكلم عنها، إن في امرأة بغي، يعني امرأة يعني تعمل في الزنا وتعمل في، تعرفين بغي يعني، بغي يعني عاهرة، وهي ماشية في الصحراء كده ومروحة لقيت كلب يعني عاطش أو عطشان، فنزلت البغية دي في البئر وخلعت الحذاء بتاعها وأخرجت الحذاء بالمية فيه وسقط به الكلب، فغفر الله له. حتى البغي ربنا لم يحرمها من الرحمة التي أوصلتها لهذا الكلب، فغفر الله لها للمرأة. ثم ننظر لأوله الرحمة، رحمة ربنا في حتى الكفار الذين يعيشون في الدنيا ويجاهرون بمعصية الله وبمحاربة الله، ثم الباغية التي تسقي الكلب فيغفر الله سبحانه وتعالى. أما أنتم فأنتم بإذن الله سبحانه وتعالى كشباب، وأنا شايف قدامي دي بسم الله ما شاء الله، أنتم كونوا كالقائم، يعني أجركم بإذن الله سبحانه وتعالى. مثل القائم على الأرملة والمسكين، يعني الذي يقوم على مساعدة الأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفطر، يعني قائم لا يفطر، يعني الإنسان يقيم يصلي ليل النهار إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. يعني أنتم كهذا القائم على أمام الله سبحانه، أو كالصائم الذي لا يفطر، أو الصائم الذي يصوم الظهر أبدا ولا يفطر. يعني الثواب لكم أيها الشباب وأيها الشباب أو الشابات، كإنسان يقوم بالصلاة ليل نهار إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، أو كإنسان أو إنسانة يصوم الظهر ولا يفطر أبدا. وده اللي هنتكلم عليه، عن الخيرات اللي ربنا فتح لكم أبوابها في هذا الشهر الكريم وخارج هذا الشهر. لما ننظر للتطوع، أصبح دلوقتي منظومة كبيرة لها سياسات ولها أطر ولها ثقافات، وحتى في وظائف في التطوع، دراسات في التطوع. التطوع أصبح حرفة ومهنة تدرس في الجامعات، وأصبح منظومة مجتمعية داخل كل المدارس. فلذلك أنا سعيد جدا إن أحفاد الأندلسيين هم أنتم الذين سترجعون حضارة الأندلس التي تمتع بها العالم لمدة 8 قرون، ترجعونها مرة أخرى، وأول خطوة فيها التطوع للدفوع به
والتطوع ايضا بيخلي بيكسب الانسان ملكات، بيكسب الانسان قدرات، بيكسب الانسان خبرات، بيكسب الانسان ثقه بنفسه. يعني لما تخرج وتقف في الشارع، اخرج وقف في الشارع. انا في عام 1984 و85 و86 كنت بقف على باب المسجد، كنت بقف على باب المسجد بصندوق كرتون واطلب الجنيه وال50 قرش وال100 قرش الى اخره. كنت بمشي اوزع اوراق على المحلات التجاريه من محل لحل لمحل ومن شارع لشارع ومن بيت لبيت. كنت انا بمشي شخصيا، وانا كنت طبيب بعمل الدكتوراه في الجامعه، وكنا بنمشي في الشوارع نوزع الاوراق ونمشي على المحلات نوزع الاوراق ونقف في الشوارع نجمع التبرعات. فلا تخجلوا، انتم عمال الله سبحانه وتعالى، وانتم الوصله ما بين الفقير والغني، وانتم الوصله ما بين الفقير والغني. فلا تهونوا من العمل الذي تقومون به. التطوع اللي انتم بتقوموا به ده شيء عظيم جدا، واتمنى ان الايام ترجع بيا مره ثانيه علشان ابدا المسيره مره ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه، واتعلم كما تعلمتم انتم. فانتم تعتبر دلوقتي شمس تشرق مره اخرى من بلاد الاندلس. دي بالنسبه لاول كلمه انا ممكن اتكلم معكم فيها. لو كان عندكم ترجمه تفضل. لا انا لما تتكلم انت انا مترجم بالشات. مستمر يعني؟ يعني فوري فوري انتوا بتتكلموا وانا اترجم. طيب خلاص خلاص. طيب التطوع يا شباب اخت هناء يصنع القاده. يصنع القاده. يصنع القاده. تجد في اغلب القادات او القيادات في العالم كانت متطوعة في جمعيات خيرية، كانت متطوعة في أعمال خيرية نبيلة، إلى أن أصبحوا هؤلاء القادة أنتم تشوفوهم في التلفزيونات وفي التطوع. أصبح دلوقتي جزء من السيرة الذاتية لأي شاب طالب خارج من الجامعة. الشركات والمصانع والإدارات بتسأل: هل تطوعت وأنت في الجامعة؟ هل تطوعت وأنت عاملة في وانت في الدراسه الثانويه الى اخره؟ التطوع برضك بيخلي الانسان يكون عنده القدره على ايه؟ على ايجاد العمل بعد التخرج من الجامعه. قيمه التطوع ده تعتبر يعني هي روح الحياه. التطوع روح الحياه، ليه؟ لان انت تذهبي لتريقي ماء وجهك عند بعض المحسنين كي تاخذي الدعم وتصليه باذن الله سبحانه وتعالى للمحتاجين. ساعات الانسان يكون مكسوف او خجلان. انت لا تطلبين المال لنفسك، او انت لا تطلب المال لنفسك، انما تطلبه لله سبحانه وتعالى والفقراء والمساكين كذلك. احنا لما بدانا الاغاثه الاسلاميه من عام 1984، هي لم تبدا في 84، هي بدات قبل هذا عام 1982. ازاي؟ انا هقول لكم دلوقتي. معايا يا شباب؟ معايا يا شباب، قولوا لي معايا. كنت انا سافر بعد ما بدات اشتغل طبيب في مستشفيات هنا، بدات اعمل في برمنغهام، قلت اما انزل اجازه لماسك عام 1982، بالصيف عام 1982. قلت وانا ماشي رايح لماسك اقضي الاجازه ان انا اشوف بلد في اوروبا فيها مسلمين. فلقيت على البحر الادرياتيكي بلد اسمها يوغوسلافيا فيها مسلمين، فقلت وانا راجع يعني اخذ الطياره على خطوط الجويه اليوغوسلافيه، وانا راجع من مصر اقف اعدي اسبوع في يوغوسلافيا. يوغوسلافيا اللي اصبحت دلوقتي البوسنة، واصبحت سلوفينيا، واصبحت صربيا، واصبحت الجبل الاسود مونتينيغرو، واصبحت سنجق، واصبحت مقدونيا الى اخره. لما رجعت بدات اتعرف ان في مسلمين من اصل البلاد موجودين في البوسنه. رحت سراييفو، رحت زغرب، رحت بلغراد، وبدات اشعر بمعاناه المسلمين هناك. تعرفت على بعض الطلبه، ولو كنت انت رحت ودرت سراييفو، رحت في جامع خسرو بيك صليت،
وتغديت في المدرسه اللي قدام الجامعه، كنت عايش في اوتيل كده في المدينه القديمه. دي اول مره ابتدي افهم كيف نساعد الاقليات المسلمه في اوروبا عام 1902. في نفس السنه حدث حادثتين. الحادثه الاولى هي مجزره حماه في سوريا، في والحادثه الثانيه اللي هي مذبحه صبرا وشتيلة في بيروت في لبنان. الحادثه بتاعت مذبحه صبرا وشتيلة التي اثرت فيا وجعلتني ان انا اغير مسار حياتي، لان احنا شفنا ناس لاول مره في التاريخ الحديث مذابح بشريه بشعه. فكان عندي امتحان للزماله، فبدات الاولويات تتغير من الامتحان الى توزيع الاوراق. ارجع مره اخرى، يعني وانا اشتغل طبيب عام 1982 اخذت الاوراق اوزعها على المحلات التي تظهر بشاعه قتل الفلسطينيين في مخيمات صبرا وشتيله واجمع التبرعات. هذا كان قبل الغدر. يبقى انا كنت بمشي في الشارع، كنا بنمشي في الامطار في الشموس نوزع اوراق ونتلقى بعض الكلمات الجارحه من الناس. عام 1983 بدات المجاعه في شرق افريقيا اللي هي في اريتريا. كانت اريتريا في الوقت ده كانت جزء من جزء من اثيوبيا. وجدنا ان في الوقت ده ما فيش ولا جمعيه خيريه اسلاميه في بريطانيا تجمع المال علشان تساعد الناس. فبعد زيارتي للسودان في ديسمبر عام 1983 وتعرفي على القضية النازحين في داخل أريتريا واللاجئين اللي خرجوا لشرق السودان، بدأت أجمع تبرعات بصفة مباشرة يعني. فقعدت مع أهلي في مصر قبل احتفالات الكريسماس وجمعت منهم مبلغ ووريتهم بعض الصور، جمعت منهم مبلغ يعتبر 1500 جنيه مصري في هذا الوقت في ديسمبر عام 1983. كان أول مبلغ جمعته أنا كان من طفل صغير في مصر، كان 20 قرش مصري يعني 20 سنتيم او 20 سنت او 20 هدره او 20 فلس الى اخره من هذا الطفل، كان ثمن الشوكولاته. رجعت بالمبلغ ده وقعدت مع بعض الشباب اللي بيشتغلوا معايا في الجامعه. هم دكتور احسان كان بيعمل دكتوراه بتاعته في الكيمياء وانا بعمل دكتوراه في الطب، واتفقنا مع بعض احنا الاثنين وبدات اخطب الجمعه علشان اروح اقول خطبه الجمعه في الجمعيه الاسلاميه في برمنغهام او الجمعيه الاسلاميه في جامعه استون. وجمعنا 500 جنيه استرليني زائد 1500 جنيه المصري، حطيناهم على بعض وحطيناهم ايه وفتحنا بيهم حساب بنك في يناير عام 1904. هكذا بدانا بالمال. البدايه يا شباب ويا شابات كانت بسيطه 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 بسيطه. لا في شخصيات مرموقة ولا في مليونيرات ولا في استراتيجيات ولا في مكاتب ولا في بنايات نقعد نتكلم عنها ولا في ميزانية كبيرة أعطاها لنا أحد المطبلين أبدا. البداية بدأت من 20 قرش من طفل و 500 جنيه مصري من أسرة و 500 جنيه من الجمعيات الإسلامية في أستون وبرمنغهام وحطناها في البنك. وبعدين كنت انا واخونا احسان، اخويا احسان دكتور احسان ربنا يديله الصحه هو في الاردن الان، كنا نمشي في الشوارع نروح للمساجد نسافر نطلع ننزل، ما كانش بيهمنا لا وقت. وحتى الدراسه كان بعض الناس يقولوا انتوا كيف هتنجحوا في الدكتوراه بتاعتكم، وربنا وفقنا وربنا وفقنا وربنا وفقنا. هو خد دكتوراه في الكيمياء وانا خدت دكتوراه في اللي هو الطب بعد كده. فلما ننظر لمثل هذه الأعمال، تطوع للإغاثة الإسلامية والدراسة والعمل، كنت أنا أعمل كطبيب في المستشفى في نفس الوقت أدرس وفي نفس الوقت إيه متطوع أنا وإحسان إيه في هذه الجمعية اللي ما كانت لسه حتى ما سجلتش. فكان كنت التطوع ده هو اللي عمل الإغاثة الإسلامية. أجمل أيام الإغاثة الإسلامية يا شباب كنا لما بنقعد مع شباب في سنكم واصغر منكم، شباب الدراسه الثانويه ثم شباب الجامعات،
وبعد كده شباب اللي هم الدراسات العليا. كان عندنا مبنى في برمنغهام حطينا فيه اسمنا وعنواننا، وكان اول مقر للاغاثه يا شباب كان هو صندوق حديد لجمع التبرعات. يبقى نقول ايه؟ اول تبرع 20 قرش، اول مكتب كان صندوق حديد لجمع التبرعات في داخل المركز الاجتماعي في مدينه برمنغهام شارع موزدروت. لما تيجوا بريطانيا مره ثانيه بروحوا زوروا المكان اللي نشأت منه المؤسسه. كان الشباب دول زمان ما كانش فيه على الانترنت ولا كمبيوتر ولا تليفون موبايل زي ده كده مثلا، ما كانش موجود تليفون موبايل شايفينه ده، ما كانش موجود. ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه هاشتاج، ما كانش فيه لايك، ما كانش فيه اد ولا حاجه، ما كانش فيه تيك توك او كل الحاجات اللي انتم بتتكلموا عنها دي او انستغرام الى اخره. كنا نقعد عشان نعمل حمله لمثلا ايران او حمله لبنغلاديش او حمله للسودان او حمله لاي مكان في العالم، كنا نجيب الازرف الجوابات ونطبع الاوراق ونضع الاوراق نتني الاوراق كده ونحطها في الازرف، وبعدين نطبع اللي هو العناوين، نطبع العناوين على لاصق ونلصقه على الظرف، وبعدين نقفل الظرف بالسفنجه اللي فيها ميه. كل شيء كان باليد الى ان منحنا الله سبحانه وتعالى غرفه صغيره في عام 1986، وفي هذه الغرفه بدانا نفكر كيف نساعد الناس في العالم كله في العالم كله. اصبح عندنا مكتب صغير في الغرفه وكرسيين، وبعدين في احد الشباب جزاه الله خير تبرع لنا بكمبيوتر 8 مش فاكر، كان يعني كمبيوتر قد الديناصور. واحنا من فرحنا بالكمبيوتر ده، انا ما كنتش طبعا بعرف اشتغل على الكمبيوتر، من فرحنا بالكمبيوتر ده وفرحتنا بالكمبيوتر ده كنت انا دايما اقف جنب الكمبيوتر كده اقول لهم شوفوا انا عندي كمبيوتر. كان الشباب المتطوعين عندنا بيناموا في الغرفه. كان احد الشباب هو دلوقتي مسؤول عن مؤسسه اسمها اتحاد رعاية الأيتام في تركيا من أصل لبناني، هو جه وجاب اللي هو السليبنج باك بتاعته ونام في الغرفة، يقعد يشتغل من الساعة 8 صباحا إلى ما شاء الله. وكنا بنحلل كل الأرقام باليد، تبرعات اللي بتيجي من المدينة الفلانية ومن البلد الفلانية بالقيمة الفلانية المشروع الفلاني، كل ده كان باليد في الدفاتر الكبيرة اللي بنسجل فيها هذه الأشياء. فهكذا بدأنا كمتطوعين، كلنا بدأنا متطوعين. فلذلك اللي كانوا بيساعدونا هم شباب الدراسة الثانوية وشباب الجامعات، وبنيت هذه المؤسسة على أكتاف المتطوعين من الشباب أمثلكم. ولولا بعد فضل الله سبحانه وتعالى أنتم كشباب ما ستستمر الإغاثة الإسلامية في إسبانيا، وما بنيت الإغاثة الإسلامية في بريطانيا في الأيام الأولى. كان من الأشياء الجميلة اللي احنا بنتكلم عنها بعد أن سددت الإغاثة الإسلامية رسمياً في الحكومة البريطانية، كانت لما نقعد في الطيارة، كنت بحلم إن احنا يكون لنا مكتب في كل مكان في العالم. فكنت بتفرج على خريطة العالم، وأعمل دوائر حول المدن وحول الدول اللي احنا عايزين نفتح فيها، امريكا وكندا واستراليا واسبانيا والبرتغال وبريطانيا والمانيا وسويسرا وكذا 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 وكذا. بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الدوائر تحولت الى مكاتب. ففي مكتب في استراليا، في مكتب في الصين، في مكتب في امريكا، في مكتب في كندا، في مكتب في اسبانيا، في مكتب في ايطاليا، في مكتب في فرنسا، بلجيكا، هولندا، الى اخره الى اخره. تعرف المكاتب اللي في بنغلاديش والسودان وافغانستان وباكستان واندونيسيا الى اخره. فكل هذه الاحلام لابد انت ان اردت ان تحلم حلما فلابد ان تعمل على تحقيق هذا الحلم. وانتم قادرين على ان تحلموا وانتم تنفذوا
أو تنجزوا مثل هذه الأحلام بإذن الله سبحانه وتعالى. واللي أنا بتكلم عليه ده جزء من التاريخ اللي إحنا عشناه حوالي الـ 40 سنة الماضية من عام 1982 إلى يومنا هذا، يعني 38 سنة. 38 سنة يا شباب وشبات، إن أردتم أنكم في شهر رمضان الكريم ده وفي وجود الكورونا اللي بنتكلم عنها دلوقتي وخوف الناس من الموت المحدق، فلا بد الا ناخذ الكورونا كعقبه، بل كامتحان يجعلنا قادرين على رفع البلاء عن الاخرين، على رفع البلاء عن الاخرين. فالكورونا معبر، معبر حسب نيتي، انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. فلذلك يا شباب لا تجعلوا الكورونا تقعدنا في البيت، وتجعلوا الخوف من الموت يقعدنا من البيت، وتجعلوا الخجل يقعدنا في البيت، ولكن تحولوا الى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يسافرون الى اقصى الدنيا لكي ينشروا الدعوه والخير يعم على كافه الناس. وانتم الان مستأمنين على بلد كان لها حضارة عظيمة جدا، صنعها أجدادنا الأندلسيين من المغرب ومن موريتانيا ومن الأندلس نفسهم، من أبناء الأندلس. وهذه الحضارة أدخلت الثقافات العالية الذكر والفلسفات الراقية والعلوم الاجتماعية والعلوم التقنية والعلمية إلى أوروبا، وبدأت نهضة أوروبا من حيث انتهى إنجازات أجدادنا وأسلافنا في الأندلس. فآخر كلمة أقولها بالنسبة للشباب، أرجوكم لا تضيعوا رمضان. رمضان جزئين، جزء للعبادة الشخصية وجزء للخدمة المجتمعية. والخدمة المجتمعية في عصر الكورونا وعصر الذي يحدث في سوريا والذي يحدث في اليغور في الصين والذي يحدث في الروهينجا في بورما والذي يحدث في الفلسطينيين إلى آخره، والذي يحدث في اليمن وفي سوريا إلى آخره وفي ليبيا إلى آخره، العمل الاجتماعي والعمل الإنساني أصبح فرض عين علينا جميعا، فلابد أن نتذكر إخواننا في كل هذه الأماكن وغيرها كي نستطيع أن نمد لهم يد العون ونرسم البسمة على وجوه الفقراء والمساكين والمستضعفين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا أختي هنا، إذا كان في أسئلة. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. Brilliant، الحمد لله. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta que querráis preguntarle al doctor Hani? Es vuestra oportunidad, inshallah. Lo podemos hacer de forma ordenada, si queréis, inshallah. Es que el que quiera hablar que escriba. Yo, y así vamos yani, haciéndolo de forma ordenada, inshallah. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O si la queréis, preferís escribirla, o, bueno, lo suyo sería que hablaseis, ¿no? O sea, 46 personas, seguramente habrá... Oh, Dr. Hani, they are asking, when are you coming to visit us in Madrid? Oh, actually in Spain. غدا ان شاء الله، لما يرفع الحج نجيلكم على طول ان شاء الله. dice que cuando se levante el confinamiento vendrá. más preguntas. no seáis tímidos, lo acaba de decir. okay وسام. يعني كانت ركاي اني بقدره واني راح هزيمه على طول كانت. يعني كيف من أين جبت هذه القوة يعني؟ سمعت كتير؟ سمعت دكتور هاني، سمعت؟ الأخت بتتكلم عن إزاي كان عندكم العزيمة والقدرة، مش كده يا أخت؟ اسمها إيه؟ صح، وصال. اسمك إيه؟ وصال، أخت وصال. شوف يا أختي وصال، القدرة والعزيمة والقوة هي إيمان،
لما زاد الإيمان عندك ولما زادت قوتك وعزمتك وقدرتك وإبداعاتك مع المجتمع، كلما قررت الفقراء والمساكين كلما زاد عودك صلابة، كلما فكرت في الفقراء والمساكين كلما زاد إبداعك لإيجاد حلول للفقراء والمساكين. العمل المجتمعي ما فيهوش تعب، أنت بتطوع. لذلك أنا ذكرت في الأول القائم على الأرملة والمسكين كالقائم اللي هو يقعد كأنه كالشخص اللي واقف يعبد ربنا في الصلاة طول عمره إلى أن يموت دون انقطاع، أو كالصائم الذي لا يفطر، هو 50 سنة 60 سنة 70 سنة هو صائم وما يفطرش. القوة دي تيجي من إيه؟ لو أمنتي بالقضية بتاعتك هتبتدي تحلمي بيها، خلاص؟ أما تحلمي بيها هتعملي إيه؟ هتبتدي تفكري بحلول مثل هذه القضية، صح؟ صح. بعد ما تفكري في حلول مثل هذه القضية هتعملي إيه؟ هتبتدي تجدي من يساعدك لحل هذه القضية، طالما أنت مركزة، مركزة إيه؟ مركزة على الفكرة. أنا هقول لكم تسموا حاجة دلوقتي معايا يا شباب، علشان لكل واحد فيكم قدامه ورقة وقلم، معاكم ورقة وقلم؟ معاي معاي. كلكم مش انت لوحدك. ارسمي بالنسبه للتطوع ترسموا حاجتين، ارسمي هرم، هرم كبير كده لقاعده ودي راس هرم. العمل التطوعي اول درجه في الهرم دي لو انتم بترسموا يا شباب معانا يا هناء. كلكم ترسموا. ايش يعني؟ هرم بيراميد. اول خط في الهرم من تحت اللي اول درجه اكتبي فيها اللي هو الفطره. ثاني درجه اللي هي الانفعال العاطفي، الانفعال رياكشن العاطفي. ثالث خطوه في الهرم تكتبي فيه اللي هو المشاريع الموسمية. رابع خطوة في الهرم تكتبي فيه اللي هو العمل التقليدي. خامس خطوة بتكتبي الجمعية. يعني طلعنا من ايه؟ طلعنا من الفطره للعاطفه للمسائل الموسميه التقليديه للجمعيه، صح؟ صح. بعد الجمعيه الخطوه نمره 6 أو 7 بتكملها عندكم بتكتبوا فيها الحرفيه. واخد بالك؟ الخطوه اللي فيها بتكتبي المؤسسيه. الخطوة اللي بعديها تكتب الصناعة. الخطوة اللي بعديها فوق بتكتبي البناء. يبقى عندك كم 9 خطوات دلوقتي؟ 1 2 3 4 5 6 7 9. قوليهم كده بقى تاني، سمعي وعلي صوتك عشان الشباب يسمعوك. تمام. الفطرة، العاطفة، المشاريع الموسمية، العمل التقليدي، الجمعية، الحرفية، المؤسسية، الصناعة، والبناء. نتكلم بقى العمل الإنساني هو صناعة وبناء. اسم الهرم ده العمل الإنساني، اكتبي جنب الهرم كده يلا هنا اكتبي انت كمان العمل الإنساني صناعة وبناء. ليه؟ لأن ربنا وضع في قلبنا فطرة لمساعدة الناس، دي أول خطوة، صح؟ حتى في الحيوانات، حتى في الطيور. الخطوة الثانية لما الانسان بيجد ان في ناس في حاجه بيتفاعل معهم عاطفيا. حد بيضرب حد، حد بيقتل حد، حد بيحرق حد، حد بيدمر حد، تفاعل عاطفيا ايه؟ رياكشن. نمرة 3 بيبتدي يدور على بعض المشاريع الموسميه. احنا عندنا مثلا بتطلع الزكوات بتاعتنا في رمضان، او تطلع اللي هو الاضاحي، الشنطه المدرسيه، الحاجات دي كلها.
بعد كده الامر ده بيبقى تقليدي بنعمله كل سنه صح، رمضان كل سنه بيجي، عيد بيجي كل سنه، باصبح تقليدي. بعد التقليد بنقعد بقى مع بعض كشباب نعمل ايه، نبص طب ما ننظم العمل ده كله ونعمل جمعيه. بنخطوا بعض العمل التقليدي جمعيه، الجمعيه دي بيمتلكها مين؟ بيمتلكها بعض الناس المخلصين اللي زي حضرتك وزي كذا وزي كذا وزي كذا وزي كذا عشان تنظم العمل بتاعنا. واحنا في داخل الجمعيه بيكون عاطفتنا عاليه جدا، ساعات بنشتغل شغل عشوائي. لا احنا بنحاول نتعلم الحرفيه والمهنيه للبروفيشنال علشان ننتقل من الجمعيه الى المؤسسه. الجمعيه هي بيملكها اعضاء مجلس الاداره. خدت بالك؟ اما المؤسسه بيملكها المجتمع كله ككل. بالك؟ في كل الخطوات دي لغايه ما وصلنا للجمعيه والحرفيه لابد اننا نركز على ايه يا اخت هناء ويا اخت وصال، نركز على الفكره، فكره المساعده، فكره العون. اوعي تنسي الفكره. بعد احنا بنخش بقى والجمعيه تكبر وعليها هياكل وبقينا محترفين، بنحولها الى مؤسسه. المؤسسه دي ليها سياسات وليها طروحات وليها هياكل وليها علاقات كبيره جدا جدا جدا، والمجتمع هو اللي بيقول في كلمتها. ليه؟ لان بتفتح كل ابوابها على المجتمع. ما بتجيبيش ناس انت عارفاهم اصحابك او كذا، لا، تضع الاعلانات في الجرايد علشان تاخدي من الوطن او تاخدي من الشارع احسن ما فيه من ابناء هذا الوطن. كل هذا بيؤدي الى احداث ما نسميه الصناعه. بالعمل الخيري او العمل الطوعي صناعه. صناعه معناها ايه؟ معناها بتخش في كل مجال من مجالات الحياه. هتلاقي مع الفقراء، هتلاقي مع المساكين، هتلاقي مع الايتام، هتلاقي مع المناخ، هتلاقي مع الحيوانات، هتلاقي مع المياه، هتلاقي مع الطيور، هتلاقي مع الاسماك، مع البحار، مع 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 مع. يبقى عمل الخير بيشمل كل خلق ربنا عمله. يبقى انت بدات من الفكره اللي هي فطريه في قلبك الى انا عملت الصناعه. تتكلم عنها واضح؟ الصناعه دي بتؤدي الى ايه يا اخت الاء ويا اخت وصال وانا بس مش شايف بقيه الاخوه والاخوات ويا اخت هناء، تؤدي الى احداث البناء المجتمعي. احداث البناء المجتمعي يؤدي الى استقرار المجتمع. استقرار المجتمع بيؤدي الى بناء دوله. بناء هيكل للدوله، الهيكل للدوله ده بيكون داخل الوطن. احنا عندنا المجتمع وعندنا الوطن وعندنا الشعب وعندنا الدوله، وتيجي بعد كده الحكومه اللي هي تعتبر الجزء التنفيذي في بناء ده. بالنسبه للهرم، خلاص يا شباب انا عايزكم ورقه ثانيه بقى نكتب فيها ايه؟ الحضاره فكره. ورقه ثانيه عنوانها ايه؟ معايا يا شباب بترسموا؟ يا هناء معاك قولي للشباب يرسموا. ايه عم ترجم؟ ولا يهمك ولا يهمك. انتوا بس ايه؟ الثانية بقى هتبقى الحضارة فكرة. الحضارة ايه؟ اسم الورقة؟ الرسمة الحضارة فكرة. أول دايرة حطيها، تحط في داخلها كلمة فكرة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في بعض فكرة. فكرة. أول دايرة، شايفة الدايرة دي كده؟ بصي الدايرة دي حطي أولها فكرة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان 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 وصال وهناء قاعدين بيفكروا عشان يحلوا مشكله معينه. يحاول يفكر يحل ايه؟ مشكله معينه. فوصال قاعد تقول ليه تفكر 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 تفكر. دي اول خطوه. في بناء ايه؟ في بناء الحضاره. حط سهم جنب الدائره الاولانيه كده، سهم، وارسمي دائره ثانيه. الدائره الثانيه مبادره او مشروع. الدائرة الثانية مبادرة أو مشروع، تبي داخلها مبادرة أو مشروع. بمعنى إيه؟ بمعنى إن وصال أو فيصل أو محمد أو علي أو هناء بعد ما فكرت في الفكرة بتاعتها اللي ما نمتهاش بيه قعدت تتكلم بعض الشابات والشباب أصدقائها. طب نعمل إيه؟ لغاية ما كل واحد فيهم آمن بهذه الفكرة. فقلت لهم يلا خلاص نحولها من فكرة وحلم إلى مشروع صغير. أو مبادرة صغيرة. أولانية فكرة فكرت فيها، بعدين جمعت معناها مجموعة من الشباب معايا فكروا معايا وأمنوا بيها، والثانية إن هو بداية مبادرة أو مشروع صغير نعمله. مشروع صغير ده بنعمله على مستوى صغير عشان إيه؟ نستطيع إننا ننجح. ما
فبنحب ننفذ المشروع ده على مستوى الشارع او مستوى الحاره او مستوى الحي، ونقعد مع بعض نظهر مبادرتنا دي للمجتمع، والمجتمع يبتدي يؤمن بالفكره بتاعتنا خلاص، اللي هي بقت اصبحت ايه؟ اصبحت مشروع. ممكن يكون مشروع في تعليم الاطفال، ممكن مشروع في ارسال المأكولات، ممكن يكون مشروع في اللي هو تنظيف الشوارع، تنظيف النوافذ، تنظيف الارض الى اخره. ده المشروع. الناس وثقوا فيكم يا اخت وصال، معايا وصال، معايا هناء، معاك وثقوا فيكم. لما وثقوا فيكم بدا الناس ايه يدعموكم، فطلعي سهم تسلمي الدائره الثالثه، طلعي سهم الدائره الثالثه هنسميها الجمعيه. يبقى احنا بدانا بالفكره، وبعدين المبادره والمشروع، وبعدين الجمعيه نمره ثالثه. الجمعيه دي برضك زي ما احنا ذكرنا في المثلث او الهرم اللي احنا بنيناه قبل كده، ان الجمعيه علشان ترعى الفكر وتحافظ على ديمومه المشروع، ويكون لها هيكل داخل البلد علشان يكون معترف به، وهكذا. الفكره الجمعيه لابد انها تركز وهي وكل العاملين فيها على الفكره. ولو ما ركزناش على الفكره يا الاء يا 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 وصال ويا هناء ويا فيصل ويا 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 ويا، هتضيع الفكره، هتضيع الجمعيه. والفكره يعني هي يعني عندها علاقه بالنيه، يعني موضوع النيه في الاصل. انا مش بتكلم بس عن النيه والايمان اللي انا اتكلمنا عليها في الجدول. النيه والايمان ده في الاصل. انا بتكلم بس على ايه؟ على الفكره. انت قاعده ما بتناميش في الليل علشان بتفكري ازاي تحلي مشكله الادام في الحاره بتاعتك، ازاي تحلي مشكله الارامل المطلقات اللي بيعانوا من ايه؟ من عنف جسدي، النساء المتزوجات بيعانوا من عنف جسدي. ازاي تحلي مشكله البغاء في حرب الحواء، وانت عارفه النساء دول يمكن كنت عارفاهم زمان، لكن ربنا امتحنهم وبداوا في حوارب الواحد بيشوفها في بعض الدول العربيه مخصصه لمثل هذا المكان. فانت قاعد بتنامي طول الليل تفكري انك تحلي تاخدي واحده ولا اثنين، ودول ايه؟ تجدي لهم فرص عمل. دي الفكره بتاعتك. فبتقعدي بقى مع اصحابك، وبعدين بعد كده بتعملوا مشروع، وبعدين مشروع صغير، بعد كده تكونوا جاي جمعيه. الجمعيه تخدم ايه يا وصال؟ تخدم الفكره. اوعي الجمعيه تخدم وصال او تخدم هناء او تخدم فيصل او تخدم شكري او تخدم سيمون سي محمد، سيمو سي محمد الى اخره. الجمعيه تخدم ايه؟ تخدم الفكره. الجمعيه دي لما هتكبر هتتوسع على مستوى الحاره او على مستوى الحي او على مستوى القريه او على مستوى المدينه او على مستوى المحافظه او على مستوى الوطن او على مستوى العالم، زي ما حصل مع الاغاثه الاسلاميه. لن تطلع لمستوى العالم الا اذا كانت هي بتخدم الفكره دائما 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 دائما. من لا يخدم الفكره تتقلص الجمعيه. بعد كده احنا بنحاول من خلال مشاركتنا المجتمعيه مع المجتمع نحول الفكره دي الجمعيه دي الى مؤسسه. يبقى الدائره الرابعه او الخامسه، الدائره الرابعه او الخامسه يا اخت وصال، اكتبي اقسمي بقى السهم، ومن الدائره الاخرى، دائره اخرى بنسميها مؤسسه. المؤسسه زي ما انا اتكلمت عليها قبل كده في الهرم، بتاخد الفكره وتحولها لايه بقى يا اخت وصال؟ طلعي سهم كده من الدائره، تحولها الى فكر مجتمعي. تحول الفكر المجتمعي. يبقى المؤسسه بتحول الفكره اللي انت بدات تفكري فيها من 30 سنه الى انها تبقى ايه؟ فكر. لان المؤسسه عندها حيثيه وكيان وموظفين وسياسات تستطيع ان تحول فكره التطوع الى فكر. تحول التطوع الى ثقافه الى اخره. فالمؤسسه بتاخد الفكره تحولها لايه؟ الى فكر، ايديولوجي. وبعدين الفكر اللي تحول ده، واخد بالك، الوطن او الشعب بيحوله الى ثقافه. يبقى من الفكر، دائره الفكر الى ثقافه، واخد بالك، والثقافه بتتحول الى نهضه وحضاره وتاريخ. يبقى بعد المؤسسه في فكر، وبعدين في ثقافه، وبعدين في نهضه، وبعدين في حضاره وتاريخ. يبقى انت شفت بقى على كم دايره انت عملت دلوقتي يا وصال؟ عندك رسمت كم دايره؟ واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة تسعة، يعني زي الهرم. يعني
يعني شوف انت بداتي اول دائره بالفكره صح؟ صح. بعد 80 90 سنه هتبقى حضاره، بس لابد ان انت تفضلي تفكري في الفكره عشان تنفذيها وتطوريها وتراعيها. يبقى انت عندك العمل الخيري صناعه وبناء في الهرم، وعندك الفكره حضاره. شفت بقى؟ يلا سؤال ثاني يا شباب. ما شاء الله، يعني بالفكر. محمد دروشي تيني لامانو ريفانتانا. بسم الله. دكتور عندي سؤال. السلام عليكم. في نقطة كنت أتكلم عليها في الأول قبل ما نبدأ اللقاء عن التعاون بين الجمعيات. سؤالي إنه أنا كمتطوع جديد في الإغاثة الإسلامية، وممكن لأني فلسطيني ويعني وأعيش في منطقة صراع فيها الكثير من الجمعيات، أسأل عن الكثرة في الجمعيات، يعني كانت إسلامية أو غير إسلامية، يوجد كثرة في الجمعيات الآن. المتطوع وكمان المتبرع يواجه بعض الأوقات مشكلة في الثقة أو في الاختيار، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية في العمل، يعني أنا مثلاً عندما قررت أن أبحث عن مكان أتطوع فيه كان عندي مشكلة في إيجاد ممكن المكان الأفضل أو المناسب بسبب كثرة الجمعيات ومرات عدم الوضوح ممكن في عملها ممكن. هذا هي النقطة. ونقطة متعلقة، بما أني أيضاً فلسطيني وأعيش في منطقة صراع، يعني المحاربة اللي بتتم من بعض المؤسسات الدولية أو بعض الدول أو بعض الأشخاص ضد الجمعيات الإسلامية، فهاي بتأثر على إن كان المتبرع والمتطوع، بتخلي عنده بعض الأوقات خوف أو تردد في هذا المجال. ما بعرف كيف ممكن تساعدنا وتعلق بالموضوع. أنا انتهيت من السؤال. أنت عاوز محاضرة لوحدها؟ يعني باختصار. أنت غزلي ولا خليلي؟ أنا من رام الله، من قرب القدس. أنت جاي زيارة ولا حتقيم هنا عندنا؟ لا، أنا مقيم لي 7-8 سنوات في إسبانيا. وأنا حقيم معاك. طيب، التعاون بين الجمعيات مرض. كل جمعية مش عايزة تشتغل مع التانية. ده مرض. وانت تقول لي كل جمعيه مش عايز تشتغل مع الثانيه، المال اللي عندك ده مش مالك، ده مال فقير في فلسطين، في غزه، في رام الله، في الكرم، في جنين، في القدس الى اخره. ده مال الايتام والفقراء في سوريا، في اليمن، في ابناء اليغور، في كشمير الى اخره. فوق. سامعني؟ اسمك ايه انت؟ مهند. سامعك. مهند. فوق. ما اللي معاكم مش مالكم، انتوا فقط مستخلفين عليه. دي نمره واحد. واحنا ما زلنا بنعاني، لما بتكلم مع فادي عشان ماسك مؤسسه تنسيق، نعاني معاناه الامرين الى يومنا هذا بعد 12 سنه شغل متواصل. ودي اصبحت مرض لابد ايه نعالجه. زي الايه؟ الكورونا والايبولا والكانسر والحاجات دي كلها، السرطانات. دي نمره واحد. كثره الجمعيات هي مندوحة إيجابية وسلبية في نفس الوقت. أما الإيجابية فيها إن بتخلي الشعب قادر على إبراز جمعيات كثيرة، منها صادق ومنها غير صادق، صح؟ صحيح. منها بيسرقوا ومنها حرامية، سواء كانوا دول من اتجاه ده أو من اتجاه ده. ومنها حلف ومنها غير حلف، لكن أنت لا تستطيع بما أوتيت من قدرة وقوة إنك توقف المجتمع من إفراز جمعيات جديدة. فلذلك اذا كان عندنا الاف الجمعيات فلابد نعمل شيء اسمه التنسيق بين هذه الجمعيات. ونضع معايير للتنسيق. دي نمره اثنين. الثقه لن تاتي لك يا اخ مهند. مهند برضك؟ مهند صحيح. مهند بتاع التركي ولا مهند ثاني؟ مهند ونور صحيح. اصل لو كنت مهند التركي كان البنات ما سابوكش. ما هو لا، احنا اخذنا بس الاسم. الثقة بتاتي ازاي يا اخ مهند؟ بتاتي بالتاريخ والاداء تاريخ والاداء واعضاء مجلس الاداره اللي عندك والمصداقيه والشفافيه ومدى قدرتك على بناء الجسور ما بينك وبين الجماعات الاخرى
وبينك بين الحكومه وبينك المؤسسات الدوليه الاخرى. ايه ده؟ فالثقه مش هتجي لك كده لان انت عملت جمعيه. لا، الناس دلوقتي بداوا يقروا، يعني اغلب اللي موجودين معانا دلوقتي في المجموعه دي شباب عنده القدره على القراءه وعنده القدره على البحث وعنده القدره يخش الانترنت ويجيب انا مثلا ابويا اسمه ايه وام ابويا اسمها ايه. تمام، مثلا اديتك اسمي دلوقتي ممكن تقول لي والله ده جدتك اللي كانت ساكنه في الحته الفلانيه اسمها حنفي مثلا، يعني واخد بالك؟ فالثقه دي مش ان انت اتصورت جنب وزير او جنب امير او جنب غفير او جنب ملك. لا، كيف تبحث عن العمل انك تتطوع مع جمعيه؟ خش على كل الجمعيه بنيه ان انت عايز تتعامل مع اصدق الجمعيه. تبص على مشاريعها، تبص على اعضاء المجلس بتاعتها، تبص على تواجدها في الاماكن المختلفه، تبص على تاريخها، تبص على مصداقيتها، تبص على شراكتها، كل الحاجات دي كلها، وتعمل انت لنفسك معايير تضعها علشان من خلال هذه المعايير تستطيع انك تقول انا هتطوع في هذه الجمعيه او لن اتطوع في هذه الجمعيه. واخد بالك؟ محاربة العمل الإنساني ده شيء أصبح يا أخ مهند شيء واجب. واجب في دول ومؤسسات قائمة، عملت مؤسسات قائمة فقط علشان تضرب العمل الخيري الإنساني الإسلامي في العالم. ليه؟ لأن العمل الخيري الإنساني الإسلامي أصبح بديل وأصبح شريك واصبح رائد هيكون قائد باذن الله سبحانه وتعالى لمؤسسات اخرى. دي ثقافه تتكامل في كثير من اركانها مع الثقافه الحاليه للعمل الانساني، لكن في جزء متميز فيها نريد ان نقيمه. فهنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن في النص بقى من المتنافسين دول، ما بين المتنافسين دول تطلع هذه المؤسسات المشبوهه لتسيء عن طريق زباب الكتروني او حمار الكتروني او جاموس الكتروني، تسيء لايه؟ العمل الانساني. فيبقى الاصل في العمل الانساني الاسلامي ان هو عمل ارهابي الى ان تثبت العكس. الاصل في المسلم ان هو ارهابي او متطرف او يعني رجعي، يعني لو احنا حبينا نرقيه شويه يبقى رجعي. هو الاصل انت ارهابي، وبعدين كده هنطلعك من ارهابي تبقى متطرف، وبعدين تخرج من متطرف تبقى منزوي، وبعدين تبقى رفعي، وبعدين يعني تبقى متخلف، وبعدين يعني يبقى احنا رقيناك شويه، لكن مش هتبقى الانسان اللي هم عايزينه. ده الاصل كده في المنظومه اللي احنا منظومه الاسلام الفوبيا. شوف انت كيف تتحكم البنوك دلوقتي في تحويل الاموال، الناس بتموت وهم مش مصرين وما يحولوش اموال. وكيف تصنف بعض المؤسسات الفكريه والبحثيه بعض الناس في داخل هذه المؤسسات. واحدة مؤسسات عندها 3 مليون اسم على قائمة الإرهاب، وأغلب الناس دول من المسلمين ولا يعرفون عن عنهم على القائمة المقام إلى آخره. فده كل هذه الأشياء أصبحت تجعل المتبرع يخاف أن يتبرع ويبتدي يتجه لمؤسسات غير الإسلام. كلها تحديات. لذلك إحنا بنعول على الناس اللي زيكم من الشباب الصغير اللي فاهم الثقافة الغربية وبيحب الدين بتاعه، بيحب الثقافه الشرقيه بتاعته، ان هو يكون هو السفير ويكون هو العارض والمقدم والامين على تقديم ها الصوره الجميله للعمل الانساني الخير. شكرا. شكرا لك دكتور. في سؤال من اخ محمد. اي لو قلت اقدر Okay. How do you keep being humble? Yani yourself, mashallah, you're the founder of Islamic Leaf, something yani such a big as Islamic Leaf. How do you keep yourself humble? Humble يعني يعني أهمية التواضع يعني كرئيس وك أنا عارف يا أبو طالب انا بتكلم في شوف يا اخت وصال ويا اخت هناء ويا اخ محمد ويا اخت ويا اخ محمد ويا اخ مهند والباقي كذلك، التواضع رحمه من الله سبحانه وتعالى لك.
هي كأنها ايه بنقول احنا انه جند من جنود الله سبحانه وتعالى، يعني الغباء جند من جنود الله سبحانه وتعالى، البركة جند من جنود الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأشياء جند من جنود الله سبحانه وتعالى. خلاص، فلما ننظر للتواضع، كلما ازددت إيمانا بقدرتك وكلما ازددتم إيمانا بقدرتكم على الاختلاط مع الفقراء والمساكين، وكلما ازددتم في حبكم لعمل الخير، أضاف الله عليكم بهاء التواضع، أضاف الله عليكم بهاء التواضع، وأصبحتم من الموطئين أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، الذين يألفون ويؤلفون. ليه؟ لأن أنت قد تكوني أبوك مليونير أو أمك مليونيرة أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، لكنك ترين في نظرة اليتيم والأرملة والمسكين والفقير والشريد واللاجئ نظرة حب لك، فتتواضعي لها وتنزلي إلى درجتها في المحاكاة معها والتعايش معها ومحاولة إخراجها من الذل والهوان التي تعيش فيه. التواضع مش وراثة، التواضع كسب. يتواضع الإنسان إذا شعر بآلام ومعاناة الآخرين، يتواضع الإنسان إذا شعر بقيمة قدرته على وجود الحلول المجتمعية، يتواضع الإنسان ده ما قلت في الأول إذا زاد إيمانه بعمق في القضية التي يقف من أجل وجود حلول مجتمعية لها. يتواضع الإنسان من perdonad chicos, es que nos han cerrado el chiringuito. ¿Qué ha pasado? Nos han cerrado el chiringuito sin querer. Ah, ya. Estamos todos. المشكلة ان التسجيل لما سكروا الزوم يعني ضيعت التسجيل. So the host closed the meeting and we lost the recording. But Ahlam is recording this one, inshallah. So Ahlam, please, puedes guardar esta parte. Creo que se ha perdido, Hanna. Una vez guardas, se guardará todo una vez cierre la otra reunión también. Inshallah, I hope so. Okay, so sorry, doctor. حاول تدور على التسجيل يا بنتي. انت بتسمعيني؟ Yes, I will ask Maryam Nagi, because she's the one who stopped everything, so inshallah we'll ask her so that we can get the recording. ان شاء الله. يبقى بالنسبه للتواضع نرجع مره اخرى، بالنسبه للتواضع واخدين بالكم، التواضع هو شيء انت بتكتسبيه بكثره مخالطتك للفقراء والمساكين. بكثره مخالطتك من الفقراء والمساكين. يعني ما فيش حد كده يعني نادر لما تلاقي شخصيات هي متواضعه في الارض. يعني زي مثلا لو اردنا ان احنا نخفض جناحنا للمسلمين او للمؤمنين او الفقراء والمساكين، لابد ان نخالطهم. لابد ان نستمع اليهم. لابد ان نعرف حاجاتهم ومعاناتهم كي نستطيع ان نقدم لهم الخدمات دي كلها، فبنكتسب التواضع من هذا الامر. كلما ازددت عمقا في الايمان بالقضيه بتاعتك اللي هو الفقر او الجوع او المرض او الحرمان، كلما ازداد تواضعك لمحاوله ايجاد حلول لمثل هذه القضيه. ده بالنسبه للسؤال بتاع اخونا محمد. اوكي محمد، يا ده رسبوندي دكتور هاني. هنا pregunta más ان شاء الله. ميمة، كيف أنت؟ ¿No hay preguntas? Sí, yo tengo una, Ana. Bismillah, Haji. ¿Cómo se puede conseguir la constancia? Okay, espera, a ver, déjame buscar cómo decir constancia. El, ser permanente, la permanencia. Steadfast.
preservante. او الالتزام. الاستمرارية. نعم 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 اي احلام سيلينثيا نعمه برفع يلا تمام بسم الله اوكي اوكي شاطر دكتور هاني سو الحجي is asking how can you keep يعني الاستمراريه perseverance تحافظ استمراريه في العمل ولا استمراريه في ايه حجي ان الترابajo ان كي ان esto within Islamic Relief, yani as a volunteer. Sí, ser voluntario, ¿sabes? ¿Cómo se puede conseguir ser permanente, no? Y sí. Yeah, how do you keep yourself involved? Yeah, involved and steadfast on the things, you know. No? Speak English. You speak English? Yeah, something like that. Now. Go on. My question is how we can be involved with totally to be steadfast. اوكي بالعربي ولا بالانجليزي ولا بالاردو ان شاء الله انجليزي اوكي هلا اجاوب باي لغه اللي عايز انت هترجمي ازاي بالشات عم بكتب طيب بالنسبه لسؤال اخونا regarding to this question, to keep yourself steady on the road as an individual and as an organization. انك تخلي نفسك مستمرة في العمل كشخص او كمؤسسة. المؤسسة لابد من جزء من استمرارتها بتاعتها انها تحافظ على المتطوعين، تحافظ على الدخل، تنوع مصادر الدخل، وتعمل شراكات مع الاخرين، ويكون لها تاريخ، ويكون لها مصداقية. واضح يا هناء regarding the organization it has to invest in human resources invest in volunteerism and volunteering invest in having يعني resources from different يعني does not depend on only one source of resources financial resources build partnerships build a track record of its achievement and become transparent and effective and committed. وكمتطوع علينا نعمل ايه؟ علينا نزود ايماننا بالقضيه اللي احنا من اجلها بنساعد الناس. We have to increase the depth of our iman, our heart to keep helping people. نحن نزود ايماننا بالقضيه ونقعد نحلم زي ما كنت انا بتكلم مع وصال من شويه عن الفكره اللي بنحلم بيها عشان نحولها الى صناعه وبناء. يا اخ اسمه الحاج ايه؟ نعم حاجي متى اسمك النيم الحاج عبد الكريم حاجي الحاج عبد الكريم نعم انك تحلم بالقضيه دي دايما يكون لك حلم عالي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل حلمه ان هو ينشر الاسلام في العالم كله. You have to have a dream with high ceiling to spread your idea globally. But you keep working to make this dream happen. Keep working, keep talking, change your dream into a message, change your dream into a vision, change your dream into a project, change your dream into a program, change your dream into a partnership. وتحول حلمك لرسالة ولقيمة ولمشروع ولبرنامج ولشراكة لكي تستطيع أن تحقق هذا. واضح يا شيخ حجي؟ نعم. شكرا. هناء. جزاك الله خير. نعم. ¿Alguna pregunta más, inshallah? Pensaba que tenéis aquí al fundador de Islamic Radio. Is there any way to keep people trusting?
Okay. ¿Quién está en la sala? Vamos a poner un poquillo de orden, inshallah. Fátima, luego Umaima y Muhanna también tiene la mano levantada. Fátima, bismillah. Bueno, puede decir en inglés, ¿no? Sí, sí, claro. My question is there any way to keep people trusting in Islamic religion? Yes, can you say it again? Yes, is there any way to keep people trusting in Islamic relief? Trusting? Yeah. Trust. Yes. أهم شيء إنجلش في العربي. أهم شيء في بناء الثقة يا أخت اسمها إيه أختنا دي؟ اسمك إيه أختي؟ يا بنت؟ فاطمة. اسمها إيه؟ فاطمة. فاطمة. يا فاطمة. يا فاطمة يا بنت محمد صلى الله عليه وسلم. الثقة أساسها الشفافية. Trust. Is based on transparency. الثقة أساسها الشفافية. الثقة أساسها المرجعية. Accountability. الثقة أساسها أن أنت يكون عندك تاريخ طويل مهني. الثقة أساسها مع من يعملون معك. الثقة بتأتي أيضا من معرفة من هم القائمين على المؤسسة. Can you understand Arabic? الثقة, trust comes and based on who is working. Who are the board of trustees? Who are the board of management? People trust them. الثقة مبنية على المشاريع اللي انت بتعمليها. ها؟ ونجاح مثل هذه المشاريع. والتأثير مثل هذه المشاريع على المجتمع. هذه هي الثقة. الثقة مش صورة بتاخديها مع رئيس أو مع وزير أو مع ملك أو مع ملكة. أبداً. الثقة مسيرة سنين 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 إلى أن يثق فيك المجتمع. كان يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة شاعر ومجنون، صح؟ وكان يقولون على إلى أن بعد كده يعني إيه أصبح ما ينطق عن الهوى، أنه هو لوحده. كل الناس تحدثت عن الرسول حتى بعد موته بألف سنة صلى الله عليه وسلم، أصبحوا يتحدثوا عن قدرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وثقوا فيه كرسول وكنبي وكعامل مجتمعي وكصاحب رؤية وكصاحب مصداقية. كل هذه الأشياء بتبني الثقة. كل هذه الأشياء بتبني الثقة. الثقة مش فيلم، مش تبرع، لا. ثقة مسيرة كبيرة. حطيها أنت، حطيها قطر، وعايزة دي لوحدها محاضرة يا أخت فاطمة. واضح الموضوع يا فاطمة؟ واضح؟ نعم، شكرا. اوكي، بارك الله فيك. أميمة، السلام عليكم دكتور هاني. هذا بارا خرج. I have a little question and it's going back to the beginning of this organization. How did you deal with those who didn't believe in your project? Because I assume that there were people that didn't do so and did affect you in some way. English or Arabic or Spanish? I prefer in English. It's fine. You can choose the language. Will you ask again? What's your name? How you deal with people who don't trust you? That's right. Yeah, basically that's the question, because in every single project there's someone that doesn't trust on it, and I guess that it made you think a lot about if what you're doing it will reach the point that you reached. This is normal. It's nothing new. People could be supportive from the very beginning. الناس ممكن يكونوا من المساعدين لك من الأول. وده شيء طبيعي جدا.
وناس ممكن يكونوا من متشكين and some others could be suspecting you وناس آخرين ممكن يكونوا معيقين لك and others could be blocking you. These are the kind of people. فلذلك حينما تبدأي عمل جديد لابد أن تبدأ. Yes. That's why whenever you start a new idea or initiative, you have to build around you or to bring around you people that you trust and they trust you. حينما يبدأ الإنسان عمل جديد وقد يكون عمل ده غير واضح بالنسبة للمجتمع فلابد أن تحيط نفسك بمن يثقون فيك. Whenever you start a new job, not a job, a new initiative, you have to start collecting our you around you, the people that you trust, then the people that they can trust you. That does not stop people from mistrusting. ده مش هيمنع الآخرين إنهم إيه لا يثقوا فيك. Does not stop people from cursing you and suspecting you. مش هيمنع الآخرين إنهم يشككوا فيك ويقولوا عليك كلام سيء. ولكن انت حراميه وبتصرف فلوس الفقراء واليتامى والمساكين. And they say about you that you are eating the money of the poor and the orphans and the needy. وده طبيعي. لكن عليك انك تركزي في الشغل بتاعك. But you have to be focused on the delivery. دعوا القافله تسير والكلاب تنبح. Let the caravan proceed while dogs are barking. يعني قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه شاعر وقالوا انه مجنون وقالوا عن سيدنا عيسى انه ابن استغفر الله العظيم يعني كلمات سيئه جدا وقالوا عن سيدنا سيده مريم كلام سيء جدا 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 الى اخره لكن ما زال عيسى المسيح عليه السلام ومريم العذراء عليه السلام هم انبياءنا ورسلنا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم مهما قيل فيهم لذلك المؤمن اللي زيك يا اختي اسمك اميمه ولا اسمك ايه؟ أميمة يا أختي أميمة المؤمن بقضيته لا يستمع للمغرضين. The one who believes strongly in the issue that he or she is standing for does not care about what the other people. لماذا؟ لأنك عندك رؤية. Because you have a vision. Because you have a message. Because you have a mission. لأنك عندك رؤية ومهمة ورؤية ومهمة ورسالة. رؤية لترى كيف تحولي المجتمع إلى مجتمع فاضل ورسالة كيف تنشريها على مستوى العالم ومهمة كيف تنجزي هذه الرؤية وهذه الرسالة. You have a mission and a vision and mission and message. Message to deliver to humanity. Mission burdening you to carry on your shoulder and vision to see everybody. Yes, Umayma? Yeah, thank you so much for your answer. Thank you. Barakallahu fikum. Mohamed, ¿tiene la mano levantada? نحكي عن اكثر من 30 عام في تغيرات في كيفية العمل التطوعي ان كان اسلامي او غير الاسلامي. نعم. كيف انا يعني إن الان في نظرة في كل شيء حتى مش بس بتطوع على المشاريع المستدامة. يعني هو جيد التبرعات لكن ايش مثلا ان كان اسلاميك ريليف او في جمعيات اخرى ايش المجالات اللي ممكن تكون مشاريع مستدامة لكن خيرية اللي هي يعني مش يعني ممكن هي مثلا الفكرة القديمة كانت نحكي الوقف قديما مثلا كان يسمى الوقف اللي هو تكون شيء يوقف للخير وثم أي ناتج ينتج من هذا فيكون خير دائم مشروع مستدام. في عصرنا الحالي وعصر التكنولوجيا والتطور إيش الأفكار لمشاريع مستدامة تكون ريعها لأعمال خيرية؟ طيب جزاكم الله خير. أهم مشروع مستدام يا أخ مهند هو الوقف. لن أحيد عنه قيد أمله. من أول يوم في الجمعية تطلب من المانح 2 أو 3% لعمل وقفية من كل تبرع
علشان لا تصرف كل الأموال في العمل الخير اللي نتكلم عنه، في الإغاثة، في الأكل، في الشرب، في النوم، في اللباس لا. وكون ده شرط، من أراد أن يتبرع مني عندي أنا هاخد منه مبلغ أوقفه لصالح العمل. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، المشاريع المستدامة بتكون قائمة على قدرتك على تنفيذها وقدرتك على المشاركة المجتمعية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا عايز أبني بئر، أروح للمجتمع أقول لهم شاركوني في بناء البئر لكي يستطيعوا أن يكونوا هم ملاك لهذا البئر، ولا يقولون أن البئر ده جت مؤسسة عملته ومشيت في الباص مش عايزين يقوموا بده. لا، وده اللي احنا عملناه قبل كده مع الخزانات في كشمير في التسعينيات في القرن الماضي، وانهم لازم تكونوا مشاركين معنا في بناء الخزانات. بمعنى ايه؟ العماله وجمع الحجاره وكذا 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 الى اخره. فكان المشاركه منهم حوالي 20% من قيمه بناء الخزانه. فاذا مقل اذا المجتمع ما شاركش في بناء المشروع لن يستدير، لانه هيصبح يحس ان المشروع ده ملكه هو شخصيا، وان كانت نسبه الدعم من عند المجتمع 20 او 15 او 25. المشاريع المستدامه هي المشاريع اللي انت بتبني فيها قدرات المواطنين، قدرات المواطنين. يعني كل ما تعمل مشروع تعلم المراه وتعلم الرجل كيف يدير مشروعه، مش تروح تديهم بقره وخلاص او معزه وخلاص. لا، يكون في منظومه تعليميه للبقره وازاي نحول البقره دي. يعني مثلا احنا في البوسنه كان من اجمل المشاريع اللي احنا عملناها يا شباب اللي هو تمليك الابقار. خليني اقول لكم على القصه بتاعته. في يوم من الايام الشيخ يوسف القرضاوي كان في مؤتمر في المغرب، واحد المتبرعين ادى له تبرع للبوسنه 50,000 مارك الماني. قال له ده البوسنه جاي، وانا كنت بزور القطر في نفس الوقت. لما رجع قال لي تعال انا عايزك، قال لي قلت له قال لي اتفضل، ده مبلغ في شاب في المغرب تبرع بيه. قلت له هحط له الايتام والارام، قال لي حطه زي ما انت عايز. كلمت مدير مكتب البوسنه قلت له نعمل ايه؟ قال لي نشتري بقر. نشتري ايه؟ ابقار. بالك؟ اشترينا 30 بقر مسدويه حلوبه. بعد كده هو المشروع كبر. أنا بنزغي للرجل الذي جمع 50 مارك، 50,000 مارك، مش كده 50,000 مارك من المغرب دلوقتي. كان الكلام ده في ايه؟ في اول 2001 2002. وعملنا مشروع كبير بعد كده. فنزلنا لجمعيه اسمها مؤسسه الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله عليه في ابو ظبي، واعطناهم مشروع بنص مليون دولار بقى، مش ب 50,000 مارك، نص مليون. فحصل نقاش داخل المؤسسه ما بين احد العاملين الاصل السوداني واحد الناس الثانيين مستشارين، قالوا كيف نقرن اسم الشيخ رحمه الله عليه بالبقر؟ فربنا اجرى على لسانه كلمه اتت لنا بنص مليون دولار. قال له ان اطول سوره في القران هي سوره البقر. ولجم، لما نرجع للسؤال الاولاني بتاع اختنا اميمه، لجم من كان يشكك في البقرة وقيمة البقرة. فاشترينا بنص مليون دولار حوالي 300 وحاجة بقرة حلوب من النمسا للحم وللبن. بسم الله ما شاء الله، قال لي واحدة فيهم كانت 500 كيلو، وكانوا كانت البقرة جميلة، عينيها مكحلة بقى وبيضة كده وشعرها أصفر كده وشعرها بني، ويعني كانت جميلة جدا، كانت لما تنط من العربية تهز الأرض. زندنا المشروع ده بعد كام سنة، طبعا كان في توعة سنوية، بس انا جبت المانح بعد 4 أو 5 سنوات. البقرة دي بنت بيوت، عملت دكاكين، عملت جبن، عملت قشطة، عملت كل الحاجات دي كلها. ومن اجمل الصور اللي احنا شفناها مع المانح لما جه زور البوسنة في السنة دي 2001 و2002، ان دخلوا على بنت البقرة جميلة والبنت جميلة، والاثنين بيحضنوا بعض في الايه؟ في الزريبة. فالبنت من حبها للبقره وقيمه البقره عندها في العيله حضنها، مش عايزه حد يخش يشوفها عشان يحسب. واصبحت البقره علاقه مجتمعيه ما بين اللي هو المراه او العائله والبقره اللي هي ما
مصدر من مصادر رزقهم. هذه المشاريع عند ايه نعملها، اللي هو التمليك، اللي هو الاسره الصغيره والاعمال اليدويه والاسواق الشعبيه الى اخره الى اخره الى اخره. واضح يا شيخ مهند؟ واضح. بس نقطة، شو ايش قانونيا مثلا الجمعية ممكن تملك هي مشروع مثلا تجاري يكون ريعه كامل للتبرعات ام قانونيا ممنوع؟ لا قانونيا مش ممنوع، قانونيا مش ممنوع، بمعنى ان الإغاثة الإسلامية عندها شركة الملابس قديمة، شركة مستقلة بذاتها. نعم. لكن الإغاثة ايه بتملك الملكيه ازاي؟ ان كل تبرعات كل ارباح هذه الشركه تبقى تبرع للاغاثه فتعفى الشركه من الضرائب. جميل. هي تبيع الملابس القديمه وتحط حساباتها للحكومه وبعد كده الربح تدي للاغاثه. سهل جدا. جميل. كل ما كافت المجالات. Vale, voy a terminar de traducir por aquí. Básicamente, doctor Hani ha dicho que no hay ningún problema desde un punto de vista legal, ya que Islamic Leaf ha puesto como ejemplo los proyectos de TIC que tiene Islamic Leaf, ¿no? todo ese proyecto de reciclaje textil que genera beneficios, alhamdulillah, para poder invertirlos en proyectos humanitarios. ¿Quién más tenía la mano levantada? ¿Alguien más? ¿Nadie más? No seáis tímidos, tienes aquí al fundador, Dani. ¿Nadie más? Ok, Umayma. So, Dr. Hani, Umayma has a question, inshallah. Yes, I need to be the last one. Something that made me think a lot is how do you do to coordinate, like, because Islamic Relief is everywhere, it's worldwide, and you have like a lot of offices and stuff. How do you coordinate everything? It's something that really made me think about. Okay. Regarding Islamic Relief, they have a headquarter. بالنسبة للإغاثة الإسلامية عندها مكتب رئيسي. This headquarter have got different divisions or departments. هذا المكتب الرئيسي فيه إدارات عليا للمشاريع وللإعلام والحسابات والمحاسبات إلى آخره. This headquarter has different divisions for projects, for fundraising, for media, for communication, for networking, for finance, for accounting. وفي الإسلام الكريف كمان ليها شركاء كثير في العالم. And Islamic Leaf are good partners. Islamic Leaf partners, اللي هم Islamic Leaf Spain, Islamic Leaf Italia, Islamic Leaf Canada, Islamic Leaf Switzerland, Islamic Leaf America, Islamic Leaf South Africa, Islamic Leaf Mauritius. ودول في مكتب للتنسيق بينهم. Those partners have a coordination department for them. إدارة المشاريع and the project division have coordination for the field offices اللي هم في باكستان وأفغانستان والصين والشيشان إلى آخر. فداخل المكتب الرئيسي inside the headquarters there's coordination for the partners اللي هم عندكم أنتو regarding you اللي هو مريم ناجي أو اللي هو elsewhere صح؟ to coordinate معكم الإدارة بتاعة المكاتب الجديدة وداخل مكتب رئيس آدم في اللي هو قسم أو إدارة اللي هو الـ إدارة المشاريع. واضحة؟ Is that clear? Yeah, absolutely. Thank you. جزاك الله خير. Yes. هناء. Yes, bueno, termino de traducir aquí, ¿vale? Básicamente Islamic Leaf Portugal tiene oficinas afiliadas, como en el caso de España, Canadá, Italia y demás. Y luego están las oficinas sobre el terreno, pues por poner un ejemplo, Bangladesh, Pakistán, oficinas donde se implementa la ayuda, ¿no? Entonces, la coordinación va directamente siempre desde Worldwide. Y cada oficina, a su vez, tiene su propia oficina, que mal lo estoy explicando allá. De manera que el
personal de cada país elabora planes estratégicos en consolidación, o sea, en concordancia con los planes que llegan desde Worldwide, ¿vale? Mohammed is asking why Islamic Leaf is blue. And can you share with us the story behind the logo? I remember you shared once with the Italian team, and it was amazing. Okay. Why is the logo is blue? في الأصل كانت أسود. في الأصل كان أسود. شعار. هم اجتهدوا وعملوا أزرق. خلاص هنعمل لهم إيه؟ أنا بحب الأسود. أنا بحب الأسود. لكن هم عملوا أزرق. فالأمر ده يعني مش معتدة. يعني ممكن يبقى أزرق، ممكن يبقى أخضر، ممكن يبقى أرجواني إلى آخره إلى آخره. قصة شعار هي قصة بسيطة جدا جدا جدا. كنا في 1985 بعد ما بدأنا العمل حبينا ان كلنا شعار يمكن في اخر 84 فبعتنا اسم لا في 85 85 في قصتنا هحكيهم دلوقتي. القصة الاولى كيف سمينا الاغاثة الاسلامية اغاثة اسلامية. كان في الوقت ده في واحد اسمه كاتب ستيفن او يوسف اسلام، عارفينه يوسف اسلام كاتب ستيفن. فكان هما بيعملوا حاجه اسمها مسلم ايد، مسلم ايد في بريطانيا. كان حاول ان هو يجي يكون معانا في الاسلاميك. قعدنا معاه في برمنغهام وقعدنا نتناقش وكذا، وهو اللي عرض علينا نسميها اسم اسلاميك. كان اسمها سخيف جدا، اللجنه التي تساعد اللاجئين في افريقيا يعني من الكويت، اسم يعتبر موضوع انشاء. فيوسف اسلام جزاه الله خير هو اللي اعطانا الاسم دوكات ستيفن. بعدها حبينا نعمل الاسم ده شعار، فبعتنا الاسم ده لبعض الرسامين والخطاطين في لندن. وكان اخ تركي، شاب تركي ما نعرف شكله، كان زمان مش بالكمبيوتر، كان زمان باليد، فرسم الشعار اللي انتم شايفينه ده وبعته لنا، وبعت لنا ثلاث شعارات مختلفه، فاخترنا الشعار اللي قدامكم. ورفض الاخ التركي انه ياخد اي اجر على يتقضى على الشعار نفسه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى خلد هذا الشعار إلى يومنا. وكل ما إنسان بيشوف الشعار كل ما البركة بتروح للأخ التركي، شاب تركي اللي صمم هذا الشعار. واضح؟ يبقى يوسف إسلام هو اللي أعطانا الاسم، والشعار هو أعطانا شاب تركي كان مصمم للشعار. الحمد لله. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene más que preguntar? ¿Algo más? I have a question, Dr. Hani. When you have a challenge, for example, a small target or a big target, doesn't matter, how can you achieve your goal? How can you hit your target? ولا تحقيق الهدف معناه بتحديد الهدف. واضح بالنسبه لك يا اختنا؟ تحقيق الهدف يعني تحديد الهدف، يعني تروح تركزي على الهدف نفسه. If you want to achieve your objective, you have to focus on achieving the objective. مش كل شويه تغيري، مش كل شويه تعملي شيء مختلف. خلاص ده نمره واحد اللي هو التركيز والتحديد، نمره واحد. نمره اثنين الايمان باني قادره على تحقيق الهدف، ايمان قادره على تحقيق الهدف. نمره ثلاثة انك تدرسي الهدف اللي هو التارجت تكلم عنه، تدرسيها وتعرفي وسائل تحقيقها عشان تتحاشي كل صعاب تواجه في الطريق التحقيق. نمرة خمسة ان انت تجد ليك شركاء يساعدوك في تحقيق الهدف. يعني انا بكلمكم دلوقتي ابعت لكم لينك اللي هو شاب من الشباب عندنا في قطر
عمل تبرع ل على ال اسمها ايه ده just donate just just giving لل للميه اللي على العين في في اسمه كده في النيجر. العمليه كانت 90 دولار. هو كان حاط الهدف خمس عمليات. اتناقشنا مع بعض قلنا خليها 100 عمليه. فانا عايزكم تشاركوه في انه يعمل 100 عمليه دي بتحطوا على الصفحه بتاعتكم عشان الجاست جيفن تروح لايه للمشروع ده والمشروع ده تعملوا الاغاثه الاسلاميه. فالشراكه تحقيق الهدف مهمه جدا. الدراسه مهمه جدا. التركيز مهم جدا. الايمان مهم جدا. Okay, jazakallahu khairan. O sea, que lo que dices es que dirasa, o sea, estudiar, planificar el objetivo, luego, vale, o sea, prepararse, colaboración y fe. Ah, sí, buscar gente que te ayude a conseguirlo y tener, por supuesto, fe y creer en lo que estás haciendo. Creo que habías escrito algo, Fátima, lo que pasa es que se me ha bajado el chat. ¿Y doctor Hani tiene algún objetivo a largo plazo? Doctor Hani, sister is asking if you have a long-term goal. My sister, Fatima? Fatima. I, of course. Of course. I'm going to send you اللينك بتاع جاست جيفن. انا بعته لك هنا. ها طبعا يا اخت فاطمه انا عندي لونج تيرم جول. اللي هو ايه لونج تيرم جول؟ اسبان عشان تحطوه على الصفحه بتاعتكم. لونج تيرم جول اعوذ بالله مش هجيب. انا كان عندي هدف وانا صغير لما جيت بريطانيا ان انا ابقى دكتور واخد الزماله واتجوز واخلف وكان عندي عربيه وعماره وارض الى اخره. ده كان هدف. فعشان كده جيت بريطانيا عشان اعمل الزماله. خلاص؟ ربنا كان مرتب لي حاجه ثانيه. وانا بعمل الدكتوراه ربنا فتح لي باب الاغاثه. وبدانا في الاغاثه علشان نتعلم في العمل الاغاثي اللي انشات بعدها الإغاثة الإسلامية. أنا ليه تركت الإغاثة؟ من 12 سنة أنا عايز عندي هدف ثالث اللي هو إيه؟ بناء الجسور وبناء المجتمعات وبناء الشراكات. فعندنا مؤسسة اسمها هيومانيتيريان فورم وعندنا إسلام مؤسسة اسمها مسلم تشايلد فورم عشان يقوموا بدور ده. تركت الإغاثة بالرغم من إن كان الشغل في الإغاثة مضمون ودخل ثابت واستقرار. لكن خرجنا عملنا جمعيتين وكان هدف ثالث. الهدف اللي انا عايز اعمله بقى وده عمل حياتي زي ما كلثوم بتغني ان انا ان احنا سبحان الله ان احنا ان شاء الله نربي جيل زيكم يطلع قاده يفهموا العمل الانساني، يفهموا العمل الاجتماعي، يفهموا العمل السياسي، يفهموا العمل الاقتصادي، يفهموا العمل التربوي، يفهموا العمل التعليمي، كل هذه الاشياء. ده الهدف الكبير يا اخت فاطمه ان عايزين نحققه سويا. يعني انا مش عايزك انت تعرف نفس الاخطاء اللي انا وقعت فيها من زمان. ما كانش عندي خبره، ما كانش عندي معرفه. عايز ان اعدك انت تكوني انت قائده ورائده. دي مش فقط للمؤسسات الخيريه الاسلاميه، لا المؤسسات عامه. ده الهدف الكبير اللي انا نفسي احققه قبل ما اموت. ان شاء الله. ما شاء الله. ¿Sí, Wissal? No, nada. Vale, pues por fin silencia el micro porque si no nos escucha bien. ¿Alguien más? No sé si hay alguien que haya levantado la mano. Sí, Umaima, puedes hablar. ¿Nos puede dar tips? ¿Tips sobre qué? Ok, I'm just going to ask. Personally, I joined the COVID challenge. And once I started with a lot of hope and strength, you know, to raise funds and that stuff, suddenly something in me just was like, nah, you're not gonna make it. And I gave up
unfortunately. But what I wanted to ask you is if you could give us some tips of how to tips to still to be constant on raising funds, on renewing. I don't know how to express this question. In Arabic, English, Spanish? As you want, as you prefer. Spanish. Pero te está diciendo que preguntes tú, haga la pregunta y luego. Vale, el caso es eso, que yo como me rendí. Y que me gustaría saber, o sea, que nos proporciona algunos tips pues para mantenerse constante en eso, en recaudar fondos, en plan, que no decaigamos, en plan, que confiemos en que se va a conseguir, no sé, es que esto es muy random. No, no. Okay, Dr. Hani, my man is asking, how can you keep yourself motivated and involved in order to reach, to hit your target, yani in terms of funds? So if you set up a target, I don't know, different amounts, how can you reach this target? If you can give her some tips. She said she joined last challenge, but she gave up because she was not reaching her target. في العمل تحقيق الأهداف لابد دائما تركزي على الإنسان. تركزي على الإنسان. وتضع الإنسان أمامك. You have to focus all the time on how to help the needy. To look at the needy in front of you. To put the needy in front of you. You don't have to have 100%. Achievement. مش مهم انك تعملي 100% 100%. ممكن تعملي 50%, 50%, 60%, 70%, 40%. لكن هذا ليس معناه انك تحبطي تضايقي وتسيب العمل. And this does not mean that you have to become upset, depressed and leave the world. No. لماذا؟ لان اي تحقيق للهدف يعتبر نجاح. Any achievement to your target becomes a success. You look at it differently. تبص لها بطريقة أخرى. أنا نجحت ب40%. أنا نجحت ب50%. أنا نجحت ب60%. أنا نجحت ب70%. أنا نجحت ب100%. You look at it differently. As you have passed the exam with 40% mark or 50% mark or 50-60% or 70% or even 100%. لكن لا تنظري دائما الى الجزء الفارغ من الكوب. يعني ادي الكوب اهو. Don't keep looking at the empty part of the cup. Look at the filled part of the cup. لو انت فضلتي دائما تبصي للجزء الفارغ هتتعبي. لكن انظري دائما للجزء الممدود. If you keep looking all the time to the empty part of the glass or the cup, you'll be upset. Keep looking at the full or the filled part of the glass or the cup. الأمر الثاني إن يكون لك أصدقاء معاك يساعدوك في حالة اللي هو الضعف دي. You have your friends and your colleague with you to make a team work, and this will help you to get out of this condition. Keep motivating you. Or go and ask some people who are senior to motivate you as well. يعني إما إن أنت تكوني مع المجموعة بتاعتك اللي بتعمل معاكي علشان يحمسوك ويساعدوك, أو تستشيري بعض الناس الكبار في السن عشان يساعدوك, عندهم خبرة. لكن طول الوقت, all the time, look at the achievement of the target as a success story, not as a failure story. انظري ماذا حققتيه من النجاح, وده هيكون اللي هو النجاح بتاعك. ايوه يا امي يا انا بارك الله فيك. Estaba terminando de escribir y que eso, que no se considere
si no consigues tu objetivo, que no se considere como un, ¿cómo se dice? Fail. Como un fracaso, vale. Eso, fracaso. Sé que alguno me va a pegar. Anyway, doctor, we have a question from Sister Sumaya. She's asking, what are your two projects that you're working now? You said when you stopped working for Islamic Relief, you started two new projects. What are they? And another question is if you can talk to us about the academia that Islamic Relief has. The HAT, Humanitarian Academia. بتقول هي مشاي بدأت معنا احنا اما كنت في غزة الإسلامية في 84. No, she's asking about, يعني you said that once you finished your work with Islamic Relief, يعني 12 years ago you started a new project. مش مشاريع مؤسسات. Okay. هم جمعيتين عملناهم، واحدة اسمها المنتدى الإنساني العالمي، وده بيربط ما بين الجمعيات المسلمة وغير المسلمة على مستوى العالم. One of them is called Humanitarian Forum, and this bridge building the gaps between Muslim and non-Muslim humanitarian charities. الثاني اسمه Muslim Charities Forum، اللي هو منتدى الخير الإسلامي، ده بيعمل ائتلاف للجمعيات الخيرية الإسلامية في العالم. الثالث اسمه بيت الزكاة، وده يعتبر مبنى بنأجره بسعر رخيص للجمعيات الصغيرة. The third one is called Zakat House, and this is like a building we rent to the small organization with a cheaper. ده بالنسبة للمشاريع. The Academy of Islamic Relief, which is HAT, الأكاديمية هي للتدريب والتأهيل للمتطوعين والموظفين والجمعيات. It's for training, empowering, capacity building, the volunteers, the employees of Islamic Relief and the other organizations. A lot of programs. عندها برامج كثيرة جدا جدا بتقوم بها من أجل أن تفعل هذا. بدأت من 5 سنوات. Started 5 years ago. بارك الله فيك. ¿Alguien más? مهند بيو كتير لما نو لبانتا دانو سي إذا في مجال ممكن عندي سؤال. بسم الله. أوكي. دكتور في عندي سؤال بالنسبة يعني للتطوع خاصة في أوروبا. يعني تطوع جزء مهم كمسلمين، لكن للأسف ما يعني مش داخل كثير في الخطاب الديني إن كان الرسمي أو إن كان يعني حتى في عند بعض الأئمة حتى في أوروبا. في رأيك كيف التطوع ممكن يعني يقرب المسلمين خاصة الشباب اللي ولدوا هون من الإسلام ومن قضاياهم في بلادهم في بلاد الإسلام الأخرى يعني، أو حتى مع الإنسانية بشكل عام، وكيف ممكن يساعد في الاندماج حتى يعني لهؤلاء الشباب يعني يكونوا مندمجين في نفس الوقت مع عائلاتهم وأصولهم الدينية ومع مجتمعهم اللي عايشين فيه إن كان في أي دولة في أوروبا. زي ما انا قلت في الاول، التطوع بالنسبه لاوروبا وامريكا هو جزء من الثقافه. لما بيخرج الشاب من الجامعه بيشوفه في سيره ذاتيه، هل هو تطوع او هي تطوعت ام لا، فبياخده من التطوع. فالشاب المسلم اللي مش عايز يتطوع العمل العام هو حر او هي حره، مش هتكون مكتوبه في ايه في السيره الذاتيه بتاعته. وللأسف دور المساجد بالنسبة لنا احنا هو دور تقليدي جدا جدا، اغلب الأئمة الا من رحم ربي تقليديين تقليديين تقليديين. فلابد من الجمعيات انها ترفع وعي الأئمة والمشايخ والعلماء اللي يسمون نفسهم علماء في اوروبا وامريكا لفهم منظومة العمل الإنساني، وبالتالي فهم منظومة التطوع. التطوع فقط عند الأئمة، عند كثير منهم يعني في الماضي كان دائما قائم على الكوارث للهبة أو الفزع أو النفير، فلو نفر من كل فرقة هذه النفر بالك، فالفرقة اللي هتنفر دي
صحة الهبة اللي احنا اتكلمنا في العالم في الاول دي اللي هو الطبيعه وبعدين اللي هو العاطفه او ده. بعد كده نعمل ايه؟ يعني احنا لما نتكلم سمعت انا اتكلم الان الشيخ علي القرداغي من 3 ايام في الجزيره في برنامج شباب احنا على ان الزكاه قررت في القران كمؤسسه هي الوحيده اللي قررت في القران كمؤسسه ازاي؟ قال لك الـ ربنا صح قرن الزكاه بالعامين عليها. العامين عليها انتوا هتحطهم فين؟ هتقول لهم مكتب، تقول لهم مكان، تديهم مرتبات، تعمل لهم سياسات، تعمل لهم معايير. ليه؟ لان ربنا يعلم من علمه لدين علم اليقين ان الزكاه دي تعتبر مئات المليارات من الدولارات سنويا تهدر او لا تهدر. فذلك ربنا سبحانه وتعالى منذ ان انزل القران على المصطفى صلى الله عليه وسلم وضع كلمه العاملين عليها داخل مصارف الزكاه لكي يؤسسوا مؤسسه من خلالها تصرف اموال الزكاه. شوف بقى يا اخ مهند، تكون تركي بقى تطلع سوري تطلع حمصي تطلع اي حاجه، احنا بنقول 0% administration دول فنكيشو اللي اقول لك صفر اللي هو المصاريف الاداريه صفر، قل له انت لست باله ولست بنبي ولست برسول، والله سبحانه وتعالى قد قرر الزكاه لتكون لها عاملين عليها كانه هيكل حولها مؤسسه تجمع وتراعي اموال الزكاه كل سنه. فبامبينو دو 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 ماديلا اورمانيلا اللي هم بيقول لك ما تاخدش مليم، بقول له انت بنكلة انت ما تسويش مليم، هناخد لان ربنا ياخده. بل بالعكس، شفت بقى، هات من الاخر، في مناطق بتستطيع انك تدرس تصرف فيها 3% و5%، في مناطق صعبة هتفصل فيها 10 و15 و20، مناطق اصعب بيحصل فيها اسقاط جوي بالطائرات توصل 50 و60 و70%. ها ايه رايك؟ مفيش يورو هيطلع من جيبك يا اخ مهند، هيطلع كخروف. انت عايز تبعت الطرد الغذائي فطلع لك 60 يورو، فالستين يورو دول مش هيطيروا في الهواء وركبوا طياره او يجي لهم البراق يحملهم على ظهره وينزلوا في السوق في باكستان ولا في افغانستان، يخشوا للسوق يشتروا 60 يورو نفسهم، هيشتروا الرز والطحين وكذا، وهم ينطوا على عربيه ثانيه توصل لبيت الفقير. قلت لي انت مين بقى؟ انت مين؟ اليورو اللي عندك مش هتاخد منه ولا مليم، وهينط يبقى صندوق ولا في جزء منه هيبقى مصاريف اداريه. الخروف هيسلخ نفسه ويذبح نفسه ويقطع نفسه ويطبخ نفسه وينط في بق اليتيم عشان ما فيش مصاريف اداريه. شفت بقى يا مهند، انا ايه انصحك انك تتفرج على فيلم الفركوش بتاع عادل امام، بس في مناظر كده منظرين ثلاثه مش هيعجبوك، لكن انت حاطينهم واخد بالك، والاخوات يتفرجوا عليه. لان هو قال لك ايه هو الفنكوش؟ قال له اي شيء تعمله وسميه فنكوش. قال له احنا عندنا شعب غبي بدا يشتري السلعه قبل ما ننتجها، فاعمل اي سلعه وسميها سلعه. شفت بقى؟ اللي يقول لك 0% ده وازاي وكده، اقول له انت فنكوش. خلاص هنا كلمه السر الباسورد النهارده اسمها فنكوش. عجبتك انت على الفنكوش بتاع ايه؟ بتاع عادل امام. في عنا سؤالين. اوكي ياسر، كويس تو براوندا. ¿Escucha? Aywa. ¿Ahora sí? Vale. Doctor, how are you? Aywa. I would like to do one question, okay? Yes. Okay. My question was regarding the last one. And, okay, I have two questions. But the first one is regarding the organization. I mean, the organization Islamic Relief. The organization. Organization. Which is the strongest point you consider that the Islamic Relief has,
And in the same way, which is the weakness of Islamic belief, which things do you think that they must be improved across time? Because it's obvious that Islamic belief, there's a lot of great things, but it is obvious that Islamic belief, there are some things that does not do very well. So that would be my question. And also one second question, which is more personal, it would be like to you, like what do you personally do in your free time? I mean, when you are not relating with humanitarian aid or Islamic relief or all of those things, what do you do? That would be my question. My two questions, sir. Fine. Yes, sir. Yes. The Masrul. Me. Ah. I'm from Morocco. Morocco, Bismillah, mashallah. Yes. Yes, the Maghrebi. طيب. أنا في وقت الفراغ بتاعي in my free time وقت الفراغ بتاعك بيتحدد بالعمر بتاعك وأنا صغير كنت بحب أتفرج على ماتشات الكرة أو ألعب كرة when I was young I used to watch football or play football I used to go travel here and there سافر تفسح وانا بقيت طبيب اصبح ليا يعني الواحد بيتفرج على التلفزيون بيتفرج على الافلام بيتفرج على التمثيليات الى اخره بلك روح المسجد بسافر بعض المؤتمرات الى اخره لما بدأت الاغاثه الاسلاميه قرابه 40 سنه وقت الفراغ بدا يقل وقت الفراغ بدا يقل the free time became less and less and less وأصبح ما عندناش وقت كتير نتفرج فيه على التلفزيون ولا فسح ولا أي شيء. حالياً أنا ما عنديش هوايات. I don't have hobbies. لو أنت بتتكلم عن اللي أنا بحاول أعمله الأيام دي إما إن أنا أكتب either to write or to listen إن أنا أسمع بعض الناس المحترمين من العلماء زي الشيخ الشعراوي والشيخ راتب النابلسي وبعض الائمه من المغرب بس انا مش فاكر اسمهم ايه او شوف بعض المقاطع اللي بترفع روحك المعنويه وسط اللي هو العالم الظلامي اللي احنا عايشين فانا ما عنديش اكتب اعمل حاجه زي كده يعني شوف يا اخ ياسر اخت هناء واخ مهند ويا أخت أميمة ويا أخت فاطمة كلكم ده يعتبر بالنسبة لي اسمها إيه هوبي إن أنا أتكلم معاكم فتحولت مشاهدة الفيديو ومشاهدة المحاضرات الأفلام ومشاهدة المسرحيات إلى التحدث مع الشباب التحدث مع إيه وأصبح هذا بالنسبة لي هو الركيزة الأساسية ان انا انقل جزء مما تعلمته لكم لكي اقصر عليكم مسيره التعلم I will transfer some of my knowledge to you to shorten the period of learning in this field ده بالنسبه لي الان هو المراكز القوى داخل الغاسه the strong point in Islamic belief is accounting finance accounting and projects Finance, Accounting, Project اللي هو الحسابات والمالية والمشاريع والعلاقات الدولية and connection with other international the organization and department and government. This is the strongest. The weakest not only for Islamic belief اللي هو نقاط الضعف مش فقط عن Islamic belief عند كل المؤسسات انها تجد الشباب أمثل. To find young people like you يؤمنوا بالرسالة واستطيع أن يقوم العمل ودربوه دائما العناصر البشرية الصالحة هي أضعف نقطة في كل المؤسسات The good human resources with values and with moralities is the weakest point not only in Islamic League but in every organization خلاص يا ياسر Thank you so much
Ok, mashallah. Vale, para ir cerrando, porque ya mashallah llevamos 2 horas, yani, había una última pregunta, creo, Fátima. Inshallah, y أخر سؤال من أخت فاطمة إذا ما كان في سؤال ثاني and we can close إن شاء الله. شكرا. بس دوري على الفيلم يا هناء. إن شاء الله. I do my best. I talk to مريم. أنت اسمها إيه؟ أنت ومريم. I will do my best إن شاء الله. We need. Also we need it as well. So إن شاء الله. أوكي. انت بس بعت لنا الفيلم دلوقتي لماهر ولا بارت 2 وانت بتدور على بارت 1 بارت 2 مضمون هيا عند احلام وين بارت 2 ذا فيرست بارت دور عليه ما تناميش الليله انت ومريم اوكي ان شاء الله فاطمه اوكي في تجربتي الخاصة عندما أريد جمع المال من المسلمين أتحدث عن الأجر أو الصدقة والمسلمين يفهمونني ويعطونني المال لكن نحن في بلاد غير بأغلبية غير مسلمة كيف ما تنصحنا أنت أن ماذا يمكننا أن نفعل كي نجمع المال من الإسبانيين إنهم غير مسلمين طيب. شوفي انت عندك عقبات كثيرة اسمك إغاثة إسلامية صح؟ معايا؟ كلمة إغاثة إسلامية تجعل بعض المانحين الغير مسلمين ما يدوكش فلوس عيونك مؤسسة دينية صح؟ معايا؟ نعم طيب دي نمرة واحد فده عقبة من العقبة نمرة اثنين أما تعملي النداء بتاعك تعمليه عام ليس المسلمين فقط يعني كوفيد لأسبانيا تذهبي بنفسك توزعي تضعي المعونات على الأبواب للمسلمين ولغير المسلمين لكي يكون عندك مصداقية في المجتمع في معاوناتك أو في مساعداتك لابد أن تفرق بين المسلم وغير المسلم ولا تحرمي غير المسلم من التبرعات بتاعتك الخطاب الإنساني عندك لابد يكون خطاب فضفاض في بعض الناس بتعمل خطابها للمساجد والمسلمين فقط وبعض الناس بتعمله لعامة المجتمع وكلما أصبح الخطاب لعامة المجتمع كلما استطاع المجتمع أن يعتقد أموال حتى في من المسلمين اللي هم ما بيحبوش خطاب الإسلام في بعض المسلمين ما بيحبوش خطاب الإسلام بعض المسلمين هم هيتهموك بأنك أنت بتفرقي بين مجموعة ومجموعة وفصيل وفصيل وحزب وحزب وإيه وتخطب فبالتالي خطابك الإنساني لابد يكون متميز بمساعدة الإنسان فقط مش بمساعدة مجموعة غير مجموعة لو أنت عندك مؤسسة اسمها غير مسلم ممكن بممتاز الأسرة يكون التعاطف مع غير المسلمين معك أسهل أمر ثاني اللي أنت بيخلي الناس غير المسلمين يتعاطفوا معك أن أنت لما تتصدي لقضايا هم يهتموا بها قضايا يهتموا بها هم واخد بالك وتساعديهم هم يكون العمل بتاعك على مستوى المجتمع كله مش على مستوى مجموعه معينه الامر الاخير ان يكون لك مصداقيه مع المسلم ومع غير المسلم نفذتي عملتي تواجدتي موجوده في المناطق الخطره قبل اي حد ثاني الى اخره كل هذه الاشياء بتخلي الحاجز اللي بينك وبين غير المسلمين او المسلمين اللي هم ما بيحبوش الاسلام او عندهم على بس فهم على الاسلام على الجمعيه يقربوا منك اكتر واكتر ودي شيء مش سهل شيء صعب
أتمنى أنك تنجح فيه. جزاك الله خيرا دكتور هاني. آخر سؤال من أخت سمية سألت كيف ممكن يعني how can you take part in HUT, how can you يعني receive a training or يعني join this academy. أعتقد ما أعرفش البرامج بتاعة المؤسسة إيه, لكن عن طريق صلاح وعن طريق فيصل ممكن تعمل لكم برنامج, لكن أنا لا أدري هما بينفذوا البرامج إزاي. Bueno, claro, bueno, básicamente no tiene, depende de cada organización, no sabe muy bien cuál es el proyecto que tiene Islamic Relief aquí en España, ¿no? Con HUT, pero dice que a través de Salah podemos, o sea, lo que sería el representante worldwide en España. Nos ya cerramos porque hemos estado aquí 2 horas y supongo que el doctor ya estará cansado también. Okay, thank you, Jazakallah Khair, and Dr. Hani. It's been a pleasure to have you with us today. Thank you for your time. It's been two hours now. I think you're tired, but may Allah accept from you and reward you. Thank you for yani, sharing your time and your knowledge with us. We hope to welcome you here in Spain as soon as possible and see you again inshallah. بالنسبة لكم يا شباب, انا كان عندي المحاضرات بتاعتي على اليوتيوب, كنت شيرت اليوتيوب عشان عايز اسمع المحاضرات بالانجليزي. I cannot hear you. Can you hear me now? Yes. أنا بقول إن أنت الشباب اللي عايزين يسمعوا كل المحاضرات بتاعتي واخد بالك موجودة على اليوتيوب, وأنت عندك الرابط بتاع اليوتيوب. تمام. فبقول للشباب إن شاء الله. خلاص يا وصال. جزاك الله خيرا. خلاص يا فاطمة يا عميمة. يا مهند. مهند. حاجي السلام عليكم. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. شكرا. السلام عليكم. متعب. يلا اشوفكم على خير. شكرا على خير. ختم بدعاء ان شاء الله وخلاص. الحاجي يعمل دعاء. يلا حاجي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تقبل زكاتنا, الله تقبل صلاتنا, الله تقبل صيامنا, الله تقبل جهودنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة أو موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على خير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سورة أو زيق لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان. فاكتبوا منا للتمام والكمال والمحذب من كل الإلحان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا أرزقنا فضل من قرأه مواد حقه ما لا داعي والقلب واللسان. وهب لنا بالخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والسقاوة والدلالة والطغيان. ونبينا قبل المنايا أن من غفلة والقسلان وأمنا من عذاب القبر
ومن سؤال المنكر والنكير ومن أكل الديدان وبيد جهنا يوم البعث واتف رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا لا سراتك واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاك بحق التوريت والإنجيل والزبور والفرقان آتنا جميع ما سألناك بالسير والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الذي مبارك لنا بلا وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أمين يا رب العالمين في ميزان حسناتكم إن شاء الله espero que os haya beneficiado esta a todos esta brillante jornada con el doctor Hani Benna, Allah Yajazih. Doctor Hani Benna, it's amazing to have you with us, and we hope to see you soon, inshallah. I'll do my best to get this first part of this journey of today with you. Inshallah, I will see with Maria Nagi. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.